الحسين يتحدى الآن في العصر الراهن، يتحدى كل النظم البشرية. من الذي ندبهم؟ من الذي نفخ النفير فيهم غير الحسين؟ أعظم علامة لقوة أي دولة هي أن تستطيع أن تعبئ الملايين بدون مؤونة. وأي دولة تستطيع هذا؟ لو استطاعت أن تعبئ الملايين ولو بمؤونة يقال إنها دولة قوية، فكيف وأنها تعبئ الملايين بلا مؤونة بين ليلة وضحاها؟ من الذي ندبهم؟ من الذي نفخ النفير فيهم غير الحسين سلام الله عليه؟